اطلع الأخ صالح الصمادي رئيس المجلس السياسي الأعلى والزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام على سير تدريب المقاتلين المحترفين الذين يخوضون تدريبات عسكرية قتالية عالية تمهيدا لالتحاقهم بالجبهات ورفض وحدات الجيش واللجان الشعبية بأعداد جديدة وكوادر مؤهلة لمواجهة قوى الغزو والاحتلال ومرتزقتهم في مختلف الجبهات، والذين سيمثلون إضافة نوعية لقوات الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل الذين يلحقون بالعدوان ومرتزقته هزائم منكرة ويكبدونهم خسائر فادحة في مختلف الجبهات. وسيتولى معسكر الشهيد المنصي تأهيل المقاتلين وإلحاقهم بالجبهات بالتنسيق مع وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة والقيادة الميدانية في الجبهات القتالية المختلفة، هذا وقد أبدى المقاتلون استعدادهم للمشاركة في معركة الدفاع عن الوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجل كرامة وعزة الوطن وتطهيره من دنس المحتلين والغزاة. شبابي من المقاتلين والمجاهدين في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن، وهذا التجمع هو ضد العدوان السافر والهمجي الذي يقوده نظام آل سعود ومن تحالف معهم. فأنا أتيت لزيارتكم ومعنا الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ صالح الصماد، وهو يقود العملية السياسية وينتظر من المقاتلين التوجه إلى الجبهات، وسوف يتم دعمكم بكل المستلزمات. أنا متأكد أن أنتم جاهزين ومتدربين وعلى أتم الاستعداد لتقديم التضحيات من أجل الوطن، فثقتنا فيكم كبيرة أيها الشباب، ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح، وعلى الأخ طارق محمد أنه يبقى معاكم ويعقد لكم دورة خلال 10 أيام للإخفاء والتمويه والتجهيز الكامل. والأخ رئيس المجلس السياسي سوف يوجه وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة بتوفير كل المستلزمات وتحديد المناطق التي يتجه إليها المقاتلين. فأحييكم مرة ثانية وأترك الحديث للأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ صالح الصمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نشكر لكم هذا الحضور المشرف والمبارك، والذي إن دل على شيء يدل على عظمة هذا الشعب وحرصه على كرامته وعزته واستقلاله.
أن الشكر أيضا موصول للأخ الزعيم علي عبد الله الصالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على هذه اللفتة الكريمة بأن نشارك هذا الحضور لنقول لكم أن شعبكم قد أسلم أمنه وكرامته وعزته إلى رجاله المقاتلين أولي البأس الشديد أمثالكم. الجميع ينتظر ماذا سنقدم من حلول في الجبهات. أنتم تعرفوا أن العدوان الآن على أشد في التصعيد، تصعيد في صرواح وتصعيد في نهم وتصعيد في تعز وتصعيد في المخا وفي ميدي وفي كل الجبهات. هذا التصعيد يجب أن يقابل بتصعيد من قبل اليمنيين، من قبل أولي البأس الشديد. الرجال لديهم القدرات القتالية، مدربون على أغلب أنواع الأسلحة. ما تحتاجونه هو عملية تحديث مع التطورات الأخيرة في التسليح لدى قوات العدوان، والتي لم تحقق شيء أمام صمود وثبات الناس. هؤلاء هم من ينتظرهم شعبهم أن يكون الفرج بإذن الله تعالى على أيديهم. أنتم وقبلكم الآلاف من الرجال في الجبهات بذلوا أرواحهم وبذلوا وقتهم وجهدهم وأموالهم في سبيل الدفاع عن هذا الوطن وعن كرامته وعزته. لذلك نأمل أن يكون هذا الحشد بداية لتصعيد جديد ضد العدوان لمواجهة تصعيده، لأنه نحن أمام عدو لا ينفع معه إلا أن يعجز. لم ينفع معه أن نقدم التنازلات، لم ينفع معه أن نقدم المبادرات تلو المبادرات. إذن لابد أن نواجه هذا التحدي بتحدي، ولابد أن نكون يدا واحدة، ألا نسمع للمغرضين، للمرجفين، للذين يحاولون أن يزعزعوا الوحدة الداخلية. فأنصار الله والمؤتمر التحموا في المجلس السياسي الأعلى، وقياداتهم حريصة على أن يكونوا في خندق واحد واختلطت دماؤهم في المتارس. مهما كان هناك من تباينات في الرأي، فإن العدوان هذا أكبر من كل شيء. نحن في مرحلة حساسة وخطيرة، إذا لم نعاني ونجعلهم يصيحون منا فإنا سنعاني ونصيح، كما يفعل إخوتنا في الكثير من المناطق التي وطأتها أقدام الاحتلال، في عدن وفي أبين وفي حضرموت وفي كثير من المناطق مكنوا القاعدة وداعش. أي أننا الآن لابد أن نكون حاضرين في الجبهات، لنجعلهم هم من يصيحون تحت نيران وفوهات بنادقنا، وإلا فإننا سنصيح، وهذا سيكون ذلة وخزيا وعارا إذا لم يستفيق الناس. ولكن بفضل الله 3 سنوات مرت على العدوان والناس في صمود، ومثل هذا الحضور المشرف الجاهز للتحرك إلى الجبهات، نحن سنقوم بتوجيه وزارة الدفاع من هنا في ورئاسة الأركان بالتنسيق مع قادة المجاميع للاهتمام بإقامة هذه الدورات التي قلنا ستكون فقط عبارة عن دورات تحديثية مصغرة للتعرف على نوعية سلاح العدو. أما بقية الأسلحة فاليمنيون جاهزون، مربون من بيوت آبائهم، وستحظون بالدعم المناسب كغيركم في الجبهات. أنتم تعرفون الأوضاع التي نعيشها، كل واحد لديه سلاحه من بيته. ما تقوم به وزارة الدفاع في الغذاء والكساء والذخائر، ويجب أن نفهم أننا نضحي من أجل عزتنا وكرامتنا. الشكر لكم جميعا، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله أنتم ستكونون رافدا لإخوانكم في الجبهات بإذن الله تعالى. ونحن نريد أن يكون تحرك مسؤول، لا نكثر تجمع هنا وهنا ثم نجعل العدو يتحرك ويجعل العدو يستنفر ثم لا يتحرك أحد. نحن واثقون أن هذا التحرك سيقابل بتحرك من قبل العدوان، سيحسبه 1000 حساب، فيجب أن يكون تحركا جديا ومسؤولا. لكم كل الشكر والتقدير، ولمن قام على هذه المجاميع إن شاء الله وأشرفوا على تأهيلها وتجهيزها للتوجه إلى الجبهات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بروح بتم نفديك يا يمن، نفديك يا يمن، نفديك يا صنعاء. حياك، كيف انت يا بطل؟ بروح بتم.